باشر فريق المسح الميداني كوفيد 19 بأخذ مسحات طبية لسكان منطقتي العديلية والخالدية، وذلك ضمن إجراءات وزارة الصحة في الكشف المبكر عن فيروس كورونا، خاصة بعد التأكد من وجود إصابات في صفوف العاملين والموظفين في الجمعيتين التعاونيتين لدى المنطقتين. التفاصيل في تقرير خالد الفارس. بعد التأكد من إصابة عدد من العاملين في جمعيتي العديلية والخالدية التعاونيتين بفيروس كورونا، ما نتج عنه إغلاق الجمعيتين والسماح للمساهمين بالتسوق من جمعيات المناطق المجاورة خلال فترة الإغلاق عن طريق الحجز المسبق لحين افتتاح السوق المركزي، قام فريق المسح الميداني كوفيد 19 بعمل مسحات طبية للتشخيص المخبري لعدد من أهالي المنطقتين، وذلك ضمن إجراءات وزارة الصحة في الكشف المبكر عن الحالات المشتبه بها. وقد باشر الفريق بأخذ المسحات الطبية منذ يوم أمس بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية. شكر وتقدير للعاملين في الصف الأول من وزارة الداخلية، وكذلك اليوم نشوفهم الجهد الرائع اللي يبذلونه الإخوان في وزارة الصحة في فريق المسح الميداني نتيجة إصابة الكثير من العاملين والمتطوعين سواء في جمعية العديلية أو الخالدية، وقد تكون هناك جمعيات أخرى. نسأل الله عز وجل السلامة لهم. ثانيا نتمنى في الأيام القادمة أن يكون هناك مسح كذلك لجميع الجمعيات الموجودة في الكويت حتى يطمئنون سواء العاملين في هذا المجال أو المساهمين في لما يراجعون الجمعيات. والأمر الأخير نأكد عليه دائما على أن يجب أن يكون هناك إجراءات احترازية أكثر وتوضيح من قبل وزارة الصحة للإخوان المتطوعين أو العاملين في الصف الأول، لأن وجدنا أن يبدو أن هناك نوع من الجهل أو عدم المعرفة في أمور كثيرة، إجراءات احترازية طبية غير موجودة، ويفترض كذلك أن يكون هناك رقابة من قبل وزارة الصحة وإشراف على الآن المواقع اللي يسكنون فيها العاملين من والموظفين في الجمعيات التعاونية في المناطق السكنية. وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها من منطلق الحرص على صحة المواطنين، وذلك بالتعاون بين إدارات الجمعيتين والصحة الوقائية، خاصة بعد تأكيد وجود إصابات بين العاملين والموظفين. طبعا هذا اللي احنا يعني كنا نحث عليه، ان مراكز التسوق الموجودة في المناطق هي مراكز تجمع رئيسية لأهل المنطقة جميعا، وبالتالي يجب أن يكون هناك فحص دوري نفس ما هو حاصل الآن بالعديلية والخالدية. يجب أن يكون هناك فحص دوري على جميع مناطق الكويت، خصوصا يعني لما يكون عندنا قناعة أن كل الكويتيين يرتادون مراكز التسوق والجمعيات الموجودة، وبالتالي حرصا على سلامة العاملين وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين يجب أن يكون الفحص الدوري في جميع مناطق الكويت حتى يتم محاصرة هذا المرض. من المعروف أن الجمعيات التعاونية لها دور أساسي في توفير الأمور الاستهلاكية بالإضافة إلى الطعام والشراب وكل ما يحتاجه المستهلك، وقد أصبح لها دور مهم أيضا في المحافظة على صحة روادها من المواطنين والمقيمين. خالد الفارس، الرأي.